آخر سؤال، ما حكم الدخان والشيشة وما دليل تحريمهما مع العلم أنهما لا يفقدان صاحبهما العقل؟ تقدم الدرس الماضي، لا الشيشة والدخان كلاهما محرم وفيهما مضار كثيرة، وقد يدوخ صاحبهما إذا فقدهما إذا شربهما بعد طول مدة قد يدوخ ويسقط من دابته ومن صفوفه ومن غير ذلك، مع أضرارها كثيرة، هي أضرار عظيمة قررها الغذاء تضره في بدنه وفي قلبه وفي بيئته وفي غير ذلك، لهما أضرار كثيرة، ومن أجل ذلك فهما محرمات لا يجوز قربهما ولا بيعهما ولا شراؤهما ولا تجارتهما. نسأل الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.